عن حكم أخت الزوجة، أخت زوجته ستذهب مع وهي يعني دون 40 من عمرها معه ومع أختها اللي هي زوجته إلى العمرة، الأخت ستذهب بلا محرم، فهل هذا الذهاب جائز شيخي كريم أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بلا محرم. يعني دي رواية كده على الإطلاق بدون تحديد أيام، وصحت طبعا الروايات في الأيام، أن تسافر بلا محرم. فهنا طيب، هنا ده الأصل، طيب وده الحكم. طب ينظر بقى من ناحية الفتوى، فننظر يبقى تفصيل بقى، فتوى دي تفصيل. هذه المرأة تحج حجة الإسلام وليس لها من محارم، فجوز الجمهور أن تحج حجة الإسلام مع رفقة مأمون. طب العمرة، نعرفين أن الجمهور قالوا أنها مستحبة وليست بواجب، وبعض أهل العلم قال أنها واجب، أنها واجب. فإذا رأت طبعا مرة واحد، فإذا هي كانت تدين الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بأنها واجبة، ورأت أن تخرج في رفقة مأمونة، فنرى الجواز لاعتقادها بوجوب العمرة مرة واحد. أما إن كانت تدين الله سبحانه وتعالى بأنها على استحباب، لا نرى خروجها في رفقة مأمونة، وإنما ذلك في الحج والله أعلم. نعم، جزاك الله خير شيخنا الكريم.